بصوا بقى، احنا هنروح نكمل كده لان برضو مهم قوي ان احنا نتكلم في الخبر الجاي والقايمه بقى. فيتوريا اعلن خلاص القايمه الاوليه للاعبين المحترفين للمعسكر، احنا بنتكلم من يوم ان شاء الله 20 ل 28 مارس، ومفروض ان هيبقى عندنا مباراه ملاوي كمان في التصفيات المؤهله بقى باذن الله لكاس الامم الافريقيه 2024 ده بكوت ديفوار. طيب القايمه ضمت مين من اللعيبه عندي المحترفه؟ اولا عندك محمد صلاح، احمد حجازي، احمد حسن كوكا، طارق حامد، سام مرسي، احمد حمدي، مصطفى محمد، وعمر مرموش، امام عاشور، وعايزه اقول لكم برضو للاسف الشديد هيغيب محمد النني ومحمود تريزيجيه من القائمه طبعا بسبب الاصابه وصعوبه هنا انضمامهم للمعسكر. كل التوفيق باذن الله، ننتظر الافضل، ننتظر منكم كتير جدا لان انتوا تقدروا تقدموا كتير، فان شاء الله الفتره اللي جايه تشهد تطور وتطوير وتحسن في الكره المصريه باذن الله. واتمنى اثناء مشاركتهم ان شاء الله مع المنتخب الفترة اللي جاية ما يبقاش في أي حد من الجماهير عنده وجهة النظر اللي بقينا بنسمعها في بعض الأوقات في بعض المباريات، فكرة إن اللاعب المحترف الفلاني أو العلاني أيا كان مين اللي بنتكلم عليه مش بيأدي مع منتخب البلد زي ما بيأدي مع الفريق اللي هو محترف فيه. فنتمنى إن الصورة النمطية دي تتغير، لأن أكيد منتخب البلد يستحق من كل المحترفين وحتى المحليين إن هم يبذلوا أقصى حاجة عندهم وزيادة. أنا هقول لك على حاجة، أنا متفقة معاك بس بيبقى في عوامل. يعني مثلا محمد صلاح نفسه لو راح يا كريم لعب في زي مثلا على فكرة كريستيانو رونالدو برضو، لما أنت بتروح أنت كلاعب أنت نجم، لكن لما بتروح تلعب مع سكواد، السكواد ده مش بيساعد، مش بيقدم برضو الدعم، ما فيش الكيمستري، ما فيش 1-1 زي ما هو متعود في النادي بتاعه، لا في فارق. هي نبقى متفقين كل المحترفين بتوعنا اكيد بيأدوا اداء افضل مع الفرق بتاعتهم لما بيجوا عن منتخب مصر، خلينا نبقى متفقين في ده. ده ليس تقليلا من لعبنا، ولكن في فرق في الكره، في فرق في الكره. انت عندك نوادي مختلفه اوروبيه بيلعبوا فيها بغض النظر عن الاسماء، لكن لما بيجوا هنا احنا كره مختلفه كريم، ما بيكونش في نفس الدعم. دي وجهه نظري يعني. بصي طبعا الجزء اللي انت بتتكلمي عليه مفروغ منه، مش مجرد مفهوم، طبعا صح. المنظومه اللي هم بيلعبوا فيها بره بتساعد الموهوب فعلا ان هو يظهر موهبته، فطبعا النقطه دي لا خلاف عليها. بس على الاقل ده في ماتشات، من غير ما نقول بنتكلم عالمي او من غير ما اقول بتكلم عالمي، في ماتشات في اللعيبه بعينها مش هزار يا نهوان، ما ادتش 10% من القدرات بتاعتها، ما ادتش ب 2 جنيه مجهود من اللي هي بتعمل 50 مليون ضعفه مع مع الفريق اللي هم بيلعبوا معاه. فساعات بيبقى في فعلا تراخي من اللاعب نفسه، بيبقى في خوف ممكن من الملاعب، بيبقى في خوف من الاصابه والارضيات، وتسمع كلام وتعليقات عن الارضيات مش عارف ايه وحاجات زي، يعني اكيد الموضوع ليه حسبه ثانيه والاحتراف في الخارج ليه. بس ده ملف مهم يا كريم، احنا ممكن نتكلم مره عن على فكره الملاعب، يعني ممكن نعمل فقره كامله ونقارن الملاعب المختلفه في العالم، نتكلم نعمل كده نظره عن كل الملاعب التوب خلينا نقول في العالم والميدل، وبعد كده نتكلم مثلا عن الملاعب اللي محتاجه تطوير وغيره، بتكلم في العالم كله مش بس في مصر، لان الملاعب بيبقى عليها عامل كبير جدا جدا طبعا جدا على سير المباراه وممكن على النتيجه. فيعني لا ده ملف مهم ممكن نعمله. طيب